السلام عليكم. هتكلم النهاردة على التريتس أو المكافآت للكلاب. كتير منكم بيبقوا مثلا عايزين يدوا مكافآت للكلاب، ومعظم مكافآت الكلاب اللي في المحلات ممكن معظمها بيبقى سعرها غالي، سواء كانت المكافآت اللي بتتباع في البيت ستورز، زي مثلا في أنواع من البسكوت، في حاجات بتبقى سوفت كويس، وفي حاجات زي الجيلي كده صغيرة برضو بتبقى كاتريتس، بس سعرها ممكن بيبقى غالي. طبعا تريتس ممكن انت تعمل تريتس في البيت، يعني ممكن تعمل فشار، ممكن تدي للكلب تفاح طبعا بدون القلب بتاعه، بدون بذر، ممكن كمثرى، ممكن موز، ممكن فراولة. الكلاب الحاجات بيحبها من الفاكهة، الفواكه المسموحة بيها برضو مع الأخذ الحذر، هبقى أتكلم فيها بعد كده في فيديوهات. الفواكه المسموح بيها برضو ما نكترش منها، يعني في بعض الفواكه ما ينفعش نكتر منها، وفي فواكه ممنوعة خالص، يعني أبقى أتكلم فيها، زي مثلا العنب ده سام للكلاب هو، والزبيب والأفوكاتو كمان سام للكلاب. لكن النهاردة انا هتكلم على تريتس او مكافآت للكلاب سهلة. لو انت حتى خارج في الشارع تجيب مكافأة سعرها ما بيزيدش عن 2 جنيه، بره على طول بيكونوا خارجين، دي بتبقى اساسية بيأكلوا بيها الكلاب. كمان انت ممكن تاكلها مع الكلب بتاعك، ما انت برضو زي ما انا قلت قبل كده ان لما بتاكل حاجة والكلب بتاعك بيشوفك بتاكل منها معاه، بيزيد روابط الصلة والثقة بينك وبين الكلب، تمام؟ والكلب بيحب كده. اللي هتكلم عنه النهاردة حاجة كويسة للكلاب، تمام؟ اللي هو بسكوت توك. بسكوت توك بس لما هنجيبه هنجيب اللي مكتوب عليه اوريجينال، هنلاقي فيه معمول بالأونيون بالبصل، وفي معمول بالتشيز بالجبنة، لا هنجيب اللي هو الأوريجينال اللي هو العادي كويس، زي ده مكتوب عليه أوريجينال أهو كويس. الأوريجينال ده لما هنجيبه هو بيبقى عليه ملح بسيط، والملح اللي فيه مش كتير على فكرة، يعني كمية بسيطة جدا مش هتضر الكلب، تمام؟ معمول بطريقة كويسة صحية، فيه زيت بسيط جدا نباتي برضو مش مضر للكلب، هبقى اتكلم بعد كده على الزيوت وضررها للكلاب. فهو فيه نسبة بسيطة جدا من زيت نباتي، وحتى لما هش جدا لان فيه كمية الزيت بسيطة قوي. الكلاب بتحبه. ممكن لو انت خارج حتى لو الكلب بتاعك جاع وانت مش عارف تأكله حاجة بره، ممكن تجيب له 2 باكو بسكوت توك مثلا، على ما تبقى بعد كده تديله الوجبة بتاعته. ممكن برضو تشتري له فاكهة، اسهل حاجة تجيبها له الموز وتأكلها للكلب، حاجة موز مليان بوتاسيوم برضو كويس، لو انت مثلا خارج في الشارع وبيدي للكلب طاقة على ما يروح ويبقى ياكل الوجبة الأساسية بتاعته. فبسكوت توك هو سعره رخيص جدا ب2 جنيه، سهل ان انت تجيبه وسعره رخيص ومتوفر وسهل تجيبه في اي وقت، يعني اي وقت 24 ساعة. لو انت الكلب معاك والكلب بتاعك عايز تدربه على حاجة، او في مثلا امر من اوامر الطاعة مثلا هو نسيه وعايز تفكره بيه، سهل جدا تجيب البسكوت وتراجع معاه الامر تاني بالتريتس بالتوك، هينفذه على طول معاك في ثواني، وبيحبه وانت كمان ممكن تاكله معاه، وهيبقى الكلب بتاعك مبسوط بيه ان شاء الله. اسف ان انا لو كنت ازعجتكم وطولت عليكم في الفيديو ده، وان شاء الله تابعوني، ولو الفيديو عجبكم اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله باذن الله هيبقى الفيديوهات الجاية فيها حاجات برضو كتيرة مفيدة للكلاب ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.